صباح الورد، صباح السعادة على كل مشاهدي قناة النهار. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم هيلثي لايف. هنتكلم كالعادة ازاي نقدر نخس بصحة، ازاي لو عندنا مشاكل في شعرنا، مشاكل في بشرتنا، كمان مشاكل في الجهاز المناعي، هنقدر نحل كل ده بخطوات بسيطة بأقل مجهود وفي أسرع وقت. اي حد بيتفرج عليا عنده مشكله مع زياده الوزن، عايز يخس 30 40 50 60 كيلو، وكمان عايز يحافظ على صحه شعره ويبقى الشعر قوي ما يقعش، كمان عندنا بالنسبه لمشاكل الجلد ما يبقاش فيه تجاعيد في الوش، ما يبقاش فيه هالات سودا، ما يبقاش فيه اي بالون او غمقان عامه في البشره. ازاي بشرتنا تبقى حلوه، ازاي بشرتنا تبقى صحيه ونضره، ازاي كمان نقدر نعالج الهالات السوداء السواد اللي تحت العين، كمان نقدر نعالج تساقط الشعر بصفه عامه ايا كان بقى ناتج عن نقص الوزن او انقاص الوزن بتاعنا، او حتى اي حد عنده مشكله عاديه في الشعر ان شعره بيقع، شعره خفيف، شعر كمان فيه فراغات في فروه الراس مش بيطلع فيها شعر. ازاي نقوي شعرنا، ازاي نقوي الجهاز المناعي بتاعنا. دايما بقول ان المناعه بتاعتنا يا جماعه هي اللي بتحدد الشخص ده صحته كويسه، هيبقى ضد الامراض، هيقدر يتصدى للفيروسات والبكتيريا والكورونا والحاجات المنتشره كمان اليومين دول، ولا الجهاز المناعي للاسف بيبقى ضعيف وبيبقى مصاب لامراض كتيره زي البرد، زي الكورونا، زي امراض العظم كمان. كل ده هنقدر نحله النهارده في حلقتنا من خلال كورس سوبر سيليم. الحقيقه ان كورس سوبر سيليم، شايفين المشاكل دي اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، بيقدر كورس سوبر سيليم هيعالج كل المشاكل اللي قلناها من شويه. ازاي؟ هو عباره عن مواد طبيعيه 100%، منتجات طبيعيه 100%، بتقدر ان هي تخسس 30 و40 و50 و60 كيلو في اقل وقت، وكمان بتقدر تعالج مشاكل الشعر ومشاكل البشره. وده معناه انه الشخص لما بيخس يا جماعه مش بيخس بان شعري بيقع، انا خسيت ولكن الناحيه الثانيه شعري بيقع، شعري ضعيف، شعري ما بيطولش، او ان بشرتي عجزت، ظهر لي هالات سودا، ظهر لي سمار في البشرة. لا، احنا عندنا هنا في برنامجنا بنخس بكورس سوبر سيليم، الكورس المرخص من وزارة الصحة المصرية، بالإضافة الكورس كمان الفعال جدا جدا، وما اعتقدش ابدا ان في عيله في مصر ما فيهاش واحد او اتنين على الاقل جربوا الكورس وجاب معاهم نتيجه فوق الممتازه. الحقيقه ان كورس سوبر سيليم كله منتجات طبيعيه 100% من اوله لاخره يا جماعه، مواد طبيعيه 100%، ودي نقطه مهمه جدا وبحب ان انا اقولها كل حلقه. معنى ان عندي كورس او عندي دواء او عندي علاج كله مواد طبيعيه 100%، ده معناه يا جماعه انه اي حد يقدر يستخدم الكورس ده، بدايه من الاطفال، الكبار، وكمان الشباب، ستات ورجاله، حتى الناس اللي عندها اي امراض، سواء بتاخد علاج للغده، الناس اللي بتاخد علاج للضغط، علاج للسكر، علاج كمان للعظم، اي علاج، اي حاجه بتاخدوها، اي حد مريض بيقدر يستخدم كورس سوبر سيليم، مفيش اي اثار جانبيه، مفيش اي مضاعفات، مفيش كونترا انديكيشنز او محاذير لناس معينه ان هي تستخدم الكورس. الحقيقه ان الكورس فعال 100%، الكورس قدر يحقق نجاح غير عادي مع الناس اللي عايزه تخس باوزان كبيره 30 و40 و50، وده معناه مش بس كمان الناس اللي عايزه تخس اوزان كبيره بتقدر تستخدم كورس سوبر سيليم وتخس عليه، لا، كمان نجاح سوبر سيليم مع الناس اللي عايزه تخس اوزان قليله 5 و10 و15 كيلو. طيب ازاي بيقدر كورس سوبر سيليم انه يخسس بامان وفعاليه؟ انه الحقيقه بيشتغل الكورس بثلاث منتجات، مش منتج واحد ولا اثنين، احنا عندنا كورس سوبر سيليم ثلاث منتجات مختلفين. ده معناه انه لو حد عايز يخس او حد اي حاله، سواء كان راجل او ست او حتى طفله، بنقول انه عايز ينزل في الوزن، انا بديله الكورس ثلاث منتجات. ليه؟ علشان لو منتج واحد ما اشتغلش على الحاله، التاني هيشتغل، التالت هيشتغل، وده معناه ان انا بحصن الجسم من كل النواحي، انه كده كده احنا ورا الجسم ده لحد ما ينزل ويوصل للوزن المظبوط. الحقيقه مش بس الكورس هو اللي ورا اي حاله او ورا اي شخص عايز يخس، لا، كمان معانا الفريق الطبي، دكاتره الفريق الطبي لكورس سوبر سيليم بيتابعوا معاكوا خطوه بخطوه، بيكلموكوا مره كل اسبوع. اي حد هيطلب الكورس ويوصله ويبدا فيه انه رحله الخسسان او رحله انقاص الوزن، بيبقى وراه دايما الفريق الطبي، دكاترة الفريق الطبي، دكاترة كورس سوبر سيليم، بيكلموه مرة كل أسبوع.
يعرفوا انتوا نزلتوا قد ايه في خلال الاسبوع ده، يعرفوا كمان ازاي تقدروا ان انتوا تخسوا بشكل افضل لو في حد مثلا نزل معدل وزنه قليل مش زي اللي احنا متعودين عليه. في العادي دايما الاسبوع بننزل فيه 4 كيلو، فلو اقل من 4 كيلو او طبعا في ناس بتنزل ازيد على حسب طبعا معدل حرقها وعلى حسب النظام الغذائي اللي هي ماشيه عليه، بس مع الكورس في العادي نورمال بننزل او العادي الطبيعي بتاعنا بننزل 4 كيلو في الاسبوع. طيب لو حصل انه اقل من 4 كيلو 2 كيلو او كيلو وحسينا ان النزول بطيء، الفريق الطبي ودكاتره فريق الطبي بتاعت كورس سوبر سيليم بيتواصلوا معاكوا اول باول، بيبعتوا لكم منتجات مجانيه لحد البيت عشان تزود من عمليه نزول الوزن. طيب ازاي تقدروا توصلوا لكورس سوبر سيليم؟ من خلال ارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، ارقام الفريق الطبي لكورس سوبر سيليم هيقدر يوصل لكم لحد باب البيت في اي محافظه. اي حد بيتفرج عليا في اي مكان بعيد شايف ان هو بعيد عن القاهره او بعيد عن اسكندريه، انه ممكن يكون في كفر او في قريه او في نجع، بنقدر نوصل له في اي مكان. والمندوب يا جماعه بيوصل، يعني مندوبنا شاطره جدا طبعا، بوجه لهم تحيه، لان هم بيوصلوا لاي مكان داخل مصر بمنتهى السهوله. فاي حد في اي حته، حتى البحر الاحمر، حتى الغردقه، السويس، الاسماعيليه، القاهره، الاسكندريه، البحيره الشرقيه، الغربيه، المنوفيه، كل محافظات مصر بنقدر نوصل لها بكورس سوبر سيليم. الحقيقه بقى، وطبعا نسيت اقول لكم، الشحن والتوصيل مجانا النهارده لاي محافظه داخل مصر. اي حد هيطلب الكورس النهارده هيجي له كمان الشحن والتوصيل مجانا، بالاضافه للمتابعه مع الفريق الطبي مره كل اسبوع برضو مجانا مع دكاتره الفريق الطبي. ودايما بقول ان الدكاتره اللي انتم بتطلبوا منهم الكورس او اللي هم بيتابعوا معاكم بعد اسبوع من استخدامكم للكورس، بيتابعوا كل اسبوع، هم دكاتره خريجي طب وصيدله، بالاضافه ان هم واخدين كورسات ودبلومات في مجال التغذيه العلاجيه. في نقطه بقى حابه اقول لكم عليها، الخصم اللي كلكم طبعا بتستنوه، خصم حلقتنا النهارده قوي جدا جدا. الخصم 50% على كورس سوبر سيليم لاول 100 متصل، بالاضافه ان النهارده الحقيقه مش معانا هديه واحده، احنا معانا هديتين مع الكورس. يبقى هيوصلكم الكورس الثلاث منتجات بالاضافه لهديتين هيبقى كادو او مجانا مع الكورس. طيب ايه هما الهديتين وايه هو الكورس؟ هكلمكم عليه بالتفصيل، بس حابه طبعا اقول لكم انه الخصم يا جماعه لاول 100 متصل بس. فاي حد عايز كورس سوبر سيليم يخس عليه بال 30 و40 و50 كيلو، منتجات كلها مرخصه من وزاره الصحه المصريه وكمان امنه تماما، اي حد يقدر يستخدمها حتى لو عنده ضغط او سكر او مشاكل في الغده او مشاكل في العظم، بنقدر ان احنا نديله الكورس بمنتهى الامان والفعاليه. والتراخيص هتتعرض لكم دلوقتي على الشاشه، يا ريت يا جماعه برضو علشان نبقى في منتهى المصداقيه في منتهى الأمانة، لازم نعرض لحضراتكم التراخيص بتاعت كل المنتجات حاليا على الشاشة. في نقطة مهمة قوي عايزة أقول لكم برضو عليها، إن الخصم النهاردة زي ما قلت لكم 50% على الكورس. طيب إيه هو الكورس؟ هو كبسولات البي سليم، كبسولات السوبر سيليم، وكمان كريم حرق الدهون وشد الترهلات. دول الثلاث منتجات الأساسية اللي في كورس السوبر سيليم. أنا بدي الكورس لحالة عايزة تخس. طب لو اشتغلت معايا كبسولات، لو ما اشتغلتش معايا كبسولات السوبر سيليم بشكل قوي او بشكل فعال، هيشتغل معاه كبسولات البي سليم بشكل قوي جدا. طيب كريم شد الترهلات، انتوا هتخسوا على الاثنين سواء كان كبسولات البي سليم او كبسولات السوبر سيليم، بس انا بقى مش عايزه الخساسان يبقى فيه ترهل او يبقى فيه رهرطه في الجلد، انا عايزه الحق واشد الجلد. فمعانا كريم ازيرا لشد الترهلات، هيقدر انه يلحق ويشد الجلد، يشد القماش عشان ما يحصلش ترهل، ما يحصلش رهرطه في الجلد، وده بيبقى شكله مش كويس. معانا اسماعيل في التليفون، ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا دكتور، صباح الخير. صباح الفل، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا دكتور، احنا بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، احنا دايما من المتابعين. الله يخليك، شكرا يا اسماعيل. بتكلمنا من فين؟ من القاهرة. من القاهرة، اهلا بيك يا اسماعيل، اتفضل. اهلا بيك دكتور. انا كان عندي مشكلة في موضوع السمنة دوت، انا وزني 90 كيلو وطولي 165. تمام، عندك 25 كيلو زيادة يا اسماعيل. مظبوط. ايوه، وشغلي في اكتر الاوقات ما ببقاش ببذل فيه مجهود كتير يعني. تمام، يعني شغل مكتبي تقريب. اكتر قاعد في ال قاعد على الكرسي، عشان كده بيحصل زياده في الوزن. انا عايز اسالك على حاجه، ال 25 كيلو يا اسماعيل الزياده عندك في الوزن دول مستحدثين لسه جداد ولا كان عندك من زمان من فتره؟ بقى لهم فتره. طيب حاولت، عملت اي مثلا دايت او عملت اي، حاولت تقلل شويه في اكلك، لقيت ان مفيش فايده او مفيش نزول في الوزن، استخدمهم في منتجات ما جابتش نتيجه، ولا ما حاولتش اصلا تخسس نفسك؟ حاولت اظبط بس مفيش حاجه نفعت، يعني ما
ما فيش حاجه يعني منتجات ما ظبطتش معايا، فانا عندي امل ان الموضوع يبقى ان شاء الله على يد حضرتك. ان شاء الله باذن الله ما تقلقش خالص يا اسماعيل، معانا هنخس ال 25 كيلو في شهر ونص باذن الله. بس اهم حاجه عايزاك في حاجتين عايزاك تعملهم مهمين جدا معانا يا اسماعيل عشان تقدر تنزل 25 كيلو زياده. اول حاجه ان الكورس اللي انا هرشحه لك دلوقتي هو كورس يومي يا اسماعيل، يعني ما ينفعش ابدا اجيب الكورس وافضل سايباه جنبي ويعدي اسبوع واخده مثلا في الاسبوع مره او مرتين، ما ينفعش. الكورس هو علاج يومي، لازم تاخد الكورس كل يوم علشان يجيب نتيجه، دي رقم واحد. رقم اتنين ان الكورس بيعتمد على حاجه اسمها قشور السيليوم، ده مكون اساسي، طبعا في مكونات كتيره تانيه بس المكون الاساسي للكورس بتاعنا هي الياف قشور السيليوم. الياف قشور السيليوم دي يا اسماعيل لازم اشرب معاها كوبايتين ميه بعد كل كبسوله، يعني انت هتاخد كبسولتين، كبسوله البي سليم وارشح لك كمان كبسوله السوبر سيليوم. بعد كل كبسوله لازم تشرب كوبايتين ميه كبار، ليه يا اسماعيل؟ لان الميه هي اللي بتخلي الكبسوله تطلع السيليوم قشور السيليوم وتنفش في المعده فتديك احساس بالشبع وتعلي جدا معدل حرق الجسم للدهون عندك فتخس على طول. يبقى نقطتين مهمين قوي يا جماعه، اي حد هياخد او هيترشح له كورس اي حاجه من كورس السوبر سيليوم هنحتاج ان الكورس يتاخد كل يوم كورس يومي بمواعيد ثابته. طب لو حصل ان انا كنت بايته مثلا بره البيت، في ناس كتير بتكلمني تقول لي انا كنت بايته بره البيت ما كانش معايا الكورس مثلا، لو يوم ولا حاجه مش هتفرق، بس هو في العادي يعني لو يوم ما قدرتوش تاخدوا الكورس مش هتفرق، كملوا عادي وهيجي لكم النتيجه الفعاله. لكن لو حد يقول لي انا هسيبه الكورس وما استخدمتوش غير مره او مرتين في الاسبوع، ده انا بقول لكم اهو من الاخر مش هيجيب نتيجه. فعشان كده بقول لكم لازم الكورس كورس يومي. رقم اتنين يا اسماعيل، بعد كل كبسوله هتاخدوها، هما كبسولتين في اليوم، هناخد بعد كل كبسوله سواء كان البي سليم او السوبر سيليم هناخد كوبايتين ميه بعد الكبسوله عشان الكبسوله تنفش في المعده، لانها مش هتنفش من غير ميه، زي السفنجه كده يا اسماعيل، السفنجه العاديه بتبقى ده المستوى او ده الحجم بتاعها، بالميه بتوسع او بتنفش، هو ده اللي بيحصل في معدتك بالظبط. الياف القشور السيليوم او الياف السيليوم بتنفش في المعده فتدي احساس بالشبع وزياده معدل حرق الجسم للدهون، ولكن انا محتاجه معاك كوبايتين ميه علشان الالياف دي تنفش في المعده. المره الجايه ان شاء الله الحلقه اللي جايه هجيب لكم معايا يعني تيست كده بسيط او حاجه ظاهره قدامكم ازاي الالياف دي بتنفش في المعده، بس هنخليها في الكوبايه. طيب عايزه كمان اقول لك يا اسماعيل ان انت هتاخد كريم شد الترهلات كمان مع الكورس. ليه؟ البطن اكيد عندك ال 25 كيلو دول موجودين في البطن، فانت معايا لسه يا اسماعيل؟ مظبوط مع حضرتك يا دكتور، مظبوط انا بسمع حضرتك. حلو قوي، انت اكيد في بطن عندك او كرش عايز تنزله، فهندهن. طبعا دي مشكله كبيره. بالظبط، فهندهن كريم الازير على البطن مره بالليل يا اسماعيل علشان نقدر نشد البطن. في عندك منطقه ثانيه محتاج تنزل فيها في الوزن؟ دراعات مثلا او تنيات ظهر او لغد او ارداف جناب؟ لغد وارداف برضه. تمام، يبقى الكريم هندهنه على اللغد على الارداف وعلى البطن يا اسماعيل مره واحده بالليل، علشان انت كده كده هتخس بالكبسولات سواء كان الكبسولات السوبر سيليوم او البي سليم، هتخس عليهم دي ما فيهاش كلام. انا عايزه بقى الجلد لما يخس والدهون اللي تحت الجلد دي تنزل نتخلص منها وتخس منها بسبب كبسولات السوبر سيليوم وكبسولات البي سليم، انا عايزه الجلد نفسه يتشد ما يبقاش ساند على الدهون وتقوم انت مخسس الدهون فالجلد يحصل ترهل. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الجلد يبقى مشدود اكنك بتلعب رياضه بقالك فتره. ازاي هنساعد في كده؟ هنساعد في كده عن طريق كريم ازيره هتدهنه على المناطق اللي فيها سمنه اللي هي عندك في حالتك اللغد والجناب والكرش. هندهن مره واحده بالليل الكريم على المناطق دي، هيساعد جدا في حرق الطبقه السطحيه من الدهون يا اسماعيل معاك، وكمان على شد الجلد. عندك اي سؤال تاني يا اسماعيل؟ ما تحرمش منك يا دكتور، شكرا جدا. ميرسي، شكرا جدا. انا هحولك دلوقتي على الفريق الطبي، انت من سعداء الحظ النهارده يا اسماعيل هتاخد الكورس عليه خصم 50%، الثلاث منتجات بتوعنا كبسولات السوبر سيليوم، كبسولات البي سليم، وكمان كريم ازيرا لشد الترهلات، كل واحد من دول يا جماعه عليه خصم 50%، فالحقوا قبل نفاذ الكميه لانه 100 كورس بس هم اللي هيطلعوا بالخصم 50%. نقطه ثانيه،
في عندنا هديه، هديتين مش هديه واحده. انا بتلخبط دايما ان احنا متعودين على هديه واحده، النهارده عرض خاص جدا ان في هديتين مش هديه واحده على الكورس. ايه هم بقى الهديتين؟ كريم ترطيب البشره دي رقم واحد، طبعا الكريم اللي سالته عليه كتير جدا وفي ناس كانت عايزه تطلبه لوحده ولكن للاسف كانت الكميه خلصت، احنا جبنا كميه كبيره اكبر كمان من الكميه اللي فاتت. ان شاء الله الهدايا تطلع كلها، واي حد عايز الكريم هيجيبه منفصل ان شاء الله هيبقى موجود، الكميه موجوده باذن الله وكله يلحق انه يستخدم الكريم. كريم ترطيب البشره مكوناته ايه؟ عسل، جليسرين، زيت جنين القمح، مستخلص الكالندولا، فيتامين اي وفيتامين بي وكمان فيتامين سي. طيب الفيتامينات مع المكونات اللي انا قلتها دي كلها بتعمل ايه؟ ترطيب للبشره. معنى ان انا يا جماعه بشرتي او جلدي مترطب معناه ان انا مش هيطلع لي تجاعيد، معنى انه لو انا عندي خطوط مثلا في منطقه القوره او حوالين الفم او لما بتضحكوا بيبقى في خطوط حوالين العين، ده معناه انه انا عايزه اعالج التجاعيد دي. فانا بدي الكريم، كريم ترطيب البشره اللي فيه فيتامين اي، فيه فيتامين سي، كمان مستخلص الكالندولا والعسل والجليسرين وزيت جنين القمح، كل دي بتساعد ان هي ترطب جدا الوش، بتعلي ماده الكولاجين في الجلد فبتعالج التجاعيد. رقم واحد بيعالج التجاعيد. رقم اتنين ودي مهمه جدا، بيعالج غمقان البشره، لان المكونات العسل والزيت جنين القمح وكمان مستخلص الكالندولا يقدر يظبط صبغه الميلانين في الجلد، فبالتالي اي مكان عندكم فيه غمقان هيقدر يفتحه. هالات سودة هتفتح، بقع شمس غامقه هتفتح، كلف او نمش او اثار حب شباب سايبه لون غامق هتفتح مع مكونات الكريم الساحر. رقم ثلاثة ودي مهم قوي، انه الكريم ده بيساعد على التئام الجروح. اي حد عنده جرح في بشرته او جرح في وشه او حتى جرح في جسمه ممكن تدهنه الكريم، بيساعد جدا على التئام الجروح علشان في ماده الكالندولا، ودي ماده بتساعد جدا على التئام الجروح. ده بالنسبه للهديه الاولانيه، كريم ترطيب الوش. طيب الهديه الثانيه عندنا مهمه جدا للناس اللي عندها سمنه زياده، عايزه تخس 30 و40 و50 كيلو. الناس دي يا جماعه بتواجه مشكله كبيره في العظم بتاعها. دايما العظم بقول انه بيستحمل وزن معين، يعني ما ينفعش ان انا ازود على الوزن اللي بيستحمله العظم عشان هيحصل التهاب، هيحصل انزلاق غضروفي، هيحصل وجع في العمود الفقري، هيحصل خشونه ركبه، هيحصل عرق نسا. طيب ساعتها ايه الحل؟ الحل ان انا هخس بكورس سوبر سيليم، بكبسولات السوبر سيليم وكبسولات البي سليم، وكمان هشد ترهلات الجلد عن طريق كريم الازيره. بس النقطه المهمه اني عايزه اعالج التهاب العظم، اعالج مشاكل العظم. طب هعالجها ازاي؟ بكريم الام العظام. الكريم ده مش بس مهدئ او مسكن لالام العظم، لا كمان مضاد للالتهاب. فاي مشكله في عظمنا، في مفصل الركبه، في مفصل الكوع، في العظم عامه بصفه عامه، في الساق او في الارداف، اي مشكله او اي عظم عندكم في جسمكم بيوجعكم، كريم الام العظام هيقدر يعالج الالتهاب اللي موجود في العظم، بالاضافه كمان انه مسكن قوي جدا للعظم، وبيدي كمان نضاره وحيويه للجلد علشان هو فيه فيتامين سي وفيتامين اي. معانا رأفت، ازيك يا رأفت؟ ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ خير الحمد لله. الحمد لله، بتكلمنا من فين؟ انا من الجيزه. اهلا بيك يا رأفت، اتفضل. اهلا يا فندم. انا دلوقتي وزني 87 كيلو. ايوه. وطولي 172، دي انا لسه عايش من اسبوع. تمام، وطولك 172. طيب طبعا انت عندك سمنه بس مش كتيره قوي يا رافت، قولي انت يعني دي مستحدثه لسه السمنه الزياده دي جايه لك من قريب يعني ولا بقالك فتره؟ هو ثابته لان انا طبيعه شغلي فيها حركه، بنزل تمرين الكلام ده، بس معدل الحرق عندي ضعيف جدا. يعني بص، ال 15 كيلو اللي عايزين ننزلهم دول يا رأفت احنا محتاجين ننزلهم عن طريق ازاي؟ انت معدل حرق بتقول عندك ضعيف، علشان كده هعلي معاك معدل حرق الجسم للدهون، هعلي معاك معدل عملية التمثيل الغذائي للجسم علشان نقدر نخس ال 15 كيلو زيادة دول. طيب ازاي هنعمل كده؟ هنعمل كده بان انت تاخد، انت مش محتاج يا رأفت تاخد الكورس كله، احنا هناخد بس كبسولات البي سليم، مهمة قوي في تعلية حرق الجسم للدهون. ليه؟ لان عندي الاناناس من مكونات كبسولات البي سليم. الاناناس فيه انزيم اسمه البرومالين يا رأفت، الانزيم ده مهم قوي انه بيعلي من عمليه الحرق بتاعه الجسم، حرق دهون الجسم. كمان انزيم البرومالين بيعمل على تنظيم حركه الامعاء، فتلاقي ان انت على طول بتحرق اول باول، ما فيش عندك مشاكل في المعده او مشاكل في الامعاء او حتى مشاكل في الهضم نتيجه لوجود انزيم البرومالين اللي موجود في مستخلص الاناناس اللي موجود في كبسولات البي سليم.
فهتاخد كبسولات البي سليم هتبقى كافيه تماما يا رأفت معاك ان هي تنزلك ال 15 كيلو الزياده. بس عايز اسالك على حاجه، انت ال 15 كيلو دول موجودين في جسمك كله متوزعين ولا في مناطق معينه في الجسم؟ لا متوزعين. متوزعين، خلاص يبقى كبسولات البي سليم كافيه تماما ان هي تنزلك ال 15 كيلو في شهر ان شاء الله معانا يا رأفت. وهحولك دلوقتي على الفريق الطبي علشان يدوك الكبسولات، عليها خصم 50% النهارده لاول 100 متصل، وانت معانا من اول 100 متصل. عندك اي سؤال تاني يا رأفت؟ تمام، تسلم. ميرسي، شكرا. معانا الهام، ازيك يا الهام؟ ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت كويسه؟ الحمد لله. قولي لي يا الهام، اتفضلي. دلوقتي انا عندي مشكله في حاجه، انا عندي دراعاتي، ايوه، عارفه من ظهري كده فيها السمنه. تمام، يعني بيبقى سمنه موضعيه في الدراعات وتانيات الظهر. اوكي، بحاول اتخلص منها بس مش عارفه. بصي، طب انا عايزه اسالك، انت وزنك قد ايه عشان اعرف بس السمنه دي كليه، يعني سمنه مفرطه ولا سمنه عاديه ولا سمنه موضعيه؟ اتفضلي قولي وزنك قد ايه. 90 كيلو. تمام. وعندك طولك قد ايه يا الهام؟ 160. عندك 30 كيلو زياده يا الهام. طيب عايزه اسالك، انت ال 30 كيلو دول اكترهم متوزعين في منطقه الدراعات وفي تانيات الظهر؟ دراعات وتنيات الظهر وشويه كده في الفخاد، بس انا اصلا اللي مضايقني اكتر الدراعات وتنيات الظهر. طيب بصي بقى، هناخد الكورس كامل يا الهام، هناخد كبسولات البي سليم، كبسولات السوبر سيليم، وهتدهني كريم ازيرا على المناطق اللي مضايقاكي اللي هو الدراعات، التنيات الظهر، والحتت بتاعت الارداف. هتدهني عليها الكريم، هيبقى ساحر، عايزه اقول لك خطير. الكريم هيبقى يدي معاكي نتيجه حلوه قوي، لان انت محدده الدهون اللي انت مش عايزاها فين في جسمك، وعارفه كويس ان الدهون اللي انا مش عايزاها في التنيات الظهر، في الدراعات، وكمان في الارداف. فالكريم ده معمول علشانك يا الهام، هتدهنيه على المناطق اللي هي فيها سمنه موضعيه او فيها السمنه اللي انت مش حباها مره واحده بالليل. تمام. الكريم ده هيعمل ايه؟ هيحرق معانا، هيساعد في حرق الدهون اللي تحت الجلد، يعني هيساعد في التخسيس مع الكورس مع الكبسولات. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان كريم ازيرا يا الهام كمان هيعمل شد الترهلات. لما هتخسي مع كبسولات البي سليم وكبسولات السوبر سيليم اللي هتبقى موجوده في الكورس، كمان الكريم ازيرا هيقصص الطبقه السطحيه من الدهون، فاحنا هنبقى محتاجين نشد الجلد ونشد الترهلات. طب هنعمل كده ازاي؟ بكريم ازيرا. كريم ازيرا فيه نسبه كولاجين عاليه جدا، في كافيين، هيقدر يشد الجلد معايا بطريقه حلوه جدا، بطريقه صحيه، فما يحصلش رهرطه في الدراعات او في تانيات الظهر او في الارداف عندك بعد ما تخسي على الكبسولات. رقم اتنين يا الهام، انه رقم ثلاثه بقى، ان كريم ازيرا كمان ليه دور فعال جدا وقوي جدا في نضاره الجلد. الكريم فيه فيتامين اي، فيتامين اتش، فيتامين سي، وفيتامين بي. الحاجات الفيتامينات دي بتعمل ايه؟ نضاره، بتدي حلاوه للجلد، ان الجلد ما يبقاش مشقق، الجلد ما يبقاش متعرج، الجلد ما يبقاش فيه سيلوليت. لا، الفيتامينات دي بتقدر تشد الجلد وتدي نضاره وحيويه للجلد، وده اللي احنا عايزينه معاكي. بالاضافه طبعا بقى ال 30 كيلو زياده عندك يا الهام نخصهم بكبسولات البي سليم وكبسولات السوبر سيليم، والكورس كورس يومي يا الهام، لازم يتاخد كل يوم. بالاضافه انه بعد كل كبسوله هتشربي لي كوبايتين ميه كبار علشان نخلي قشور السيليم تنفش في المعده، ونقدر ان احنا نخس بشكل صحي في اسرع وقت وباقل مجهود. تمام، ميرسي يا الهام. عندك اي سؤال النهارده؟ عاملين خصم، صح، فكرتيني بقى، استني، ده الخصم اهم حاجه عندنا. احنا النهارده عاملين خصم 50% يا الهام على الكورس، يعني شفتي الجمال، 50% على الثلاث منتجات. طب ممكن تقولي لهم بس ما يقفلوش ويحولوني عشان اطلبه؟ هيحولوكي حالا دلوقتي، هو اوتوماتيك الكنترول بيحول على الفريق الطبي على طول، فما تقلقيش، هتحولي على الفريق الطبي وتعتبري من اول 100 متصل معانا. هتاخدي الكورس عليه خصم 50%، 50% على كبسولات السوبر سيليم، 50% على كبسولات البي سليم، وكمان 50% على كريم شد الترهلات. وهتاخدي كمان يا الهام هديتين معانا، مش هديه واحده، كريم ترطيب الوش اللي بيعالج التجاعيد وبيفتح لون البشره، وكمان الكريم بتاع العظم. لو اي حد يا جماعه هياخد الكورس ما عندوش مشكله في عظمه او عظمه ما بيوجعوش، بندي الكريم لاي حد عندكم في الدايره، اللي عندكم الاب، الام، الاخت، الجاره، الصديقه، اي حد هيستفيد بالكريم جدا. الكريم
لأي حد عنده مشاكل في العظم، عظمه مش مستحمل السمنة الزيادة أو في التهاب جامد في العظم، يدهن الكريم مرة واحدة بالليل على العظم اللي بيوجعه، مهدئ جدا جدا ومسكن لآلام العظم، بالإضافة أنه مش بس مسكن، هو كمان مضاد للالتهاب، فبيعالج مشاكل الركبة لو حد عنده خشونة في الركبة، لو حد عنده انزلاق غضروفي أو حد عنده عرق نسب، لو حد عنده كمان وجع في العمود الفقري، بنقدر أن احنا نعالج كل هذه المشاكل عن طريق الكريم، كريم آلام العظم. منتجاتنا طبعا كلها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، يا ريت يا جماعة تردوا لنا التراخيص على الشاشة. كمان في نقطة مهمة قوي بحب أقولها، أنه أي حد يا جماعة هيلحق الكورس بخصم 50% ال 100 كورس بتوع اللي احنا محددين لهم اللي عليهم خصم 50%، أو حتى اللي هياخد الكورس من غير خصم، يعني ما لحقش ال 100 كورس فهياخد الكورس من غير خصم، بيبقى معاكم متابعة مجانية مع الفريق الطبي، مع دكاترة الفريق الطبي مرة كل أسبوع. مرة كل أسبوع بيبقى فيه متابعة دايما مع أي حد أخذ الكورس سواء بالخصم أو من غير خصم، عشان ما تفتكروش بس إن هم اللي أخذوا بالخصم هم اللي ليهم المتابعة، لا، إحنا هدفنا الأساسي ندي الكورس ونخصص الناس كلها بشكل صحي، وده في وشنا إحنا في الأول وفي الآخر، فلازم نتابع معاكم مع الدكاترة بتوعنا، يتابعوا مع أي حد خد الكورس. ودايما بقول الكورس يا جماعة كورس يومي يتاخد كل يوم، الكورس بعد كبسولات البي سلام وكبسولات السوبر سيليم هتشربوا لي كوبايتين مية كبار بعد الكبسولات علشان نضاعف فعالية الكبسولات وتخسوا بشكل أسرع. طيب لو حد قال لي احنا ما بنشربش ميه، انا ما بشربش ميه طول اليوم، انا ما بحبش اشرب ميه، مفيش مشكله ما تشربوش ميه، مش يعني مش هقول لكم انه لازم تشربوا ميه، بس على الاقل اشربوا لي ميه بعد الكبسولات. الموضوع سهل جدا، كبسولات ميه، كبسولات السوبر سيليم وكمان كبسولات البي سلام هنشرب وراها كوبايتين ميه علشان نضاعف فعاليه الكبسولات. الكورس بيخسس قد ايه؟ سؤال كتير بيجي لي من اسئله الفيسبوك وعلى المكالمات، واكيد انتوا بتسالوا. الكورس بيخسس من 10 ل 15 كيلو يا جماعه في الشهر، خلوا بالكم. طب اللي عايز يخس 30 كيلو هياخد كورس شهرين، اللي عايز يخس 40 كيلو هياخد كورس 3 شهور، فانتوا وشطارتكم. طب انا دلوقتي الكورس بيخسس من 10 ل 15 كيلو، الناس بتخس 10 كيلو، الناس دي اللي مش ملتزمه اللي هي بتلخبط كتير في الاكل، كده كده مع الكورس هتخسوا 10 كيلو. طب حاولت اقلل شويه في اكل، باكل رز، باكل مكرونه، باكل محاشي، باكل حلويات، بس عايز اقلل شويه، بدل ما باكل 10 معالق رز هخليهم 7، بدل ما باكل مثلا حلويات كتيره وشوكولاته كامله هاخد مثلا نص شوكولاتايه. طب ده دول هيخسوا معايا قد ايه مع الكورس؟ هيخسوا 12 13 كيلو. حد ملتزم قوي بقى ومشي على نظام غذائي بيخسوا معانا في الشهر من 15 16 وكمان ناس بتخس معانا 20 كيلو في الشهر. بس انا ما بحبش الحقيقه اقول انه الكورس بيخسس 20 كيلو في الشهر علشان ما يبقاش بشكل عام، لما انتوا تخسوا مثلا 10 او 12 او 15 كيلو في الشهر تقولوا لا دكتور حنان قالت لي انا خس 20 كيلو، طب ازاي؟ انا بحب ابقى دقيقه جدا. طبعا في ناس بتخس معانا 20 كيلو في الشهر مع كورس السوبر سيليم، ولكن دول بيبقى 20% 30% من الناس الملتزمه اللي بتحاول، بيبقى عندها اراده وعزيمه وتعمل رياضه وكده، وده بيساعد جدا في الخسسان معاها. مش كل الناس معانا بتحب الرياضه، مش كل الناس عايزه تعمل رياضه او تقلل في اكلها، فعشان كده بنقول ان كورس سوبر سيليم بيخسس من 10 ل 15 كيلو في الشهر من غير رياضه ومن غير تقليل في النظام الغذائي. معانا شيماء، صباح الفل. صباح الخير يا دكتور، ازيك يا قمر؟ ايه حبيبتي ازيك؟ هي منورة الدنيا يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ميرسي يا شيماء، تسلميني. بتكلمينا من فين؟ أنا بتكلم من العجوزة. أهلا بيكي يا شيماء، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. اتفضلي. أنا بس كنت عايزة يعني عايزة أخس زي ما حضرتك بتقولي في الشهر كده 15 كيلو. كويس. يعني أنا عايزة أنزل في الرينج ده يعني. طب قولي لي بقى وزنك قد إيه وطولك قد إيه؟ أنا طولي 170. أيوه. ووزني يعني في حاجة و80، يعني في حاجة و80. تمام، يعني بنتكلم مثلا في 85؟ يعني ممكن. طيب يبقى أنت فعلا عايزة تخسي 15 كيلو يا شيماء. طيب أنا عايزة أسألك، أنت بتاخدي علاجات لأي مرض أو عندك ضغط سكر، عندك أي مرض؟ لا لا. بتاخدي له علاجات؟ لا لا. طب عمرك كام سنة؟ أنا 32. 32، تمام. ال 15 كيلو يا شيماء اللي أنتِ زدتيهم في الوزن دول، زادوا مثلا بعد ولادة، بعد خلفة أو كده، ولا كان بقالهم معاكي بقالهم فترة؟ هو أنا آخر ولادة ليا من 5 سنين. أيوة. كان وزنك كويس ولا زاد بعدها؟ بعد الولادة على طول، وزني زاد بعد الولادة على طول. يعني ال 15 كيلو دول نقدر نقول إن هم زادوا بسبب الولادة،
قبل كده كان جسمك والله كويس. والله والله انا مش فعلا مش باكل، وباكل وجبه واحده في اليوم بس. ما اعرفش ليه وزني زاد بعد الولاده. طيب بصي بقى، انا ليه بسالك؟ لانه انت لما لو وزنك زاد بعد الولاده، ده بالنسبه لنا بيكون اسهل احنا كدكاتره في التخسيس عن انه يكون بقاله فتره الوزن الزياده معاكي بقاله سنين. ليه؟ لانه الجسم، انا كده معنى ان انت زدتي بعد الولاده 15 كيلو، انت اوريدي الجسم كان حرقه كويس، الجسم كان معتدل او وزنك مظبوط والحرق كان كويس، معدل حرق. اما جه بعد الولاده حاجه طبيعيه انك هتزيدي في الوزن، فبالنسبه لنا بيبقى الموضوع سهل. يعني 15 كيلو دول معانا احنا يا شيماء هياخدوا معاكي شهر في النزول ان شاء الله. طيب هتاخدي ايه؟ هتاخدي كورس السوبر سيريم، هتاخدي كبسولات البي سليم، مهمه جدا، هتنزل معاكي الوزن بشكل حلو قوي وبشكل صحي، لان فيها مستخلص الاناناس اللي فيه انزيم البرومالين، هيعلي معاكي الحرق بتاع الجسم بشكل طبيعي امن، ويزود كمان من الاحساس بالشبع، فما تحسيش ان انت جعانه، فبالتالي ما تدخليش اكل الجسم، فبالتالي تخسي على طول. رقم 2، ان كبسولات البي سليم طبعا المكون الاساسي، سواء هي او كبسولات السوبر سيليم، المكون الاساسي بتاعنا هو قشور السيليم. قشور السيليم يا شيماء من اكتر الحاجات اللي موجوده دلوقتي في الماركت، ومن افضلها على الاطلاق في التخسيس. لان دايما بقول قشور السيليم اول حاجه بتسد الشهيه بدرجه كبيره، تاني حاجه بتزود الاحساس بالشبع، فتفضلي 3 4 ساعات شبعانه ومش عايزه اكل يدخلك. فمعنى كده ان انت بتخسي، لان الجسم لما بيجي يحرق عشان يطلع طاقه، عشان تتنفسي، عشان تتحركي، بيبقى محتاج يحرق. طب هيحرق من ايه وانت معدتك اوريدي ما فيهاش حاجه فيها سعرات يقدر يحرقها؟ ما فيش اكل فيها يقدر يحرقها. هيحرق من الدهون اللي متراكمه، اللي عامله لك السمنه الزياده، اللي هم هنا في الحاله بتاعتك 15 كيلو. طب هيحرقهم على طول علشان يطلع الطاقه، فانا هديلك قشور السيليم اللي موجود، كبسولات السوبر سيليم، وكمان كبسولات البي سليم. كمان كبسولات السوبر سيليم فيها مكون حلو قوي هينفع معاكي يا شيماء، رائع، وهو مستخلص التوت الطبيعي. دايما بنقول ان مستخلص التوت بيقدر يزود معدل حرق الجسم للدهون 4 أضعاف معدل الحرق الطبيعي. فلو انت حرقك يا شيماء 1 مع مستخلص التوت اللي موجود في كبسولات سوبر سيليم، هيبقى حرقك 4، فالجسم هيحرق اول باول، فهتخسي على طول في وقت قليل وباقل مجهود ان شاء الله. هتخسي 15 كيلو معانا في شهر، هتاخدي كورس شهر يا شيماء. النهارده في خصم 50% على الكورس، 50% على كبسولات البي سليم، 50% على كبسولات السوبر سيليم. وعايزاكي بقى تدهني كريم ازيره علشان يشد الترهلات، وكمان يحرق الطبقه السطحيه من الدهون على منطقه البطن، لان اكيد بعد الولاده طلع لك بطن. اسفل البطن، يعني مطرح مكان العمليه. حلو، تمام. هتدهني كريم ازيره على منطقه البطن. عندك مناطق ثانيه حابه تنزليها شويه، او في عندك ستريتش ماركس بعد الولاده؟ لا الحمد لله ما عنديش ستريتش مارك، بس عندي التاي محتاجه تنزل شويه، يعني المنطقة الأسخاط والهامش شوية. الثاي اللي هو منطقة يا جماعة الأرداف، أو منطقة الساق اللي هي عظمة الساق اللي في الرجلين من فوق، مالها؟ عايزة تتشد؟ لا حاسه يعني ما محتاجه تنزل يعني. حلو، هتاخدي كريم ازيره ادهنيه كمان على المنطقه. بصي كريم ازيره ده معمول لك، هتدهنيه على البطن، هتدهنيه على المنطقه اللي هي على الثاي او على الجناب والارداف عندك اللي عايزه تتشد. الكريم هيساعد جدا في شد الترهلات يا شيماء معاكي، مع كبسولات البي سليم والسوبر سيليم. هتنزلي 15 كيلو، والله ممكن تنزليهم في اقل من شهر لو مشيتي معايا، لان انت 15 كيلو دول مستحدثين جداد، فهينزلوا بسهوله بعد ما تخلصي، بعد الولاده ده يعني. ميرسي يا شيماء، هتاخدي النهارده الخصم عليه 50%، 50% يا جماعه على كبسولات البي سليم، 50% على كبسولات السوبر سيليم، وكمان 50% على كريم ازيره لشد الترهلات، بالاضافه لهديتين، مش هديه واحده. والهديه الاولانيه هي كريم ترطيب الوش، وكمان الهديه الثانيه كريم الام العظام. ما تفوتوش العرض، العرض جبار، العرض لاول 100 متصل بس، عشان ما ترجعوش تزعلوا لو ال 100 متصل وال 100 كورس خلصوا والكميه نفذت، فهتاخدوا الكورس للاسف بالسعر الاساسي. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. ورجع
رجعنا لكم بعد الفاصل، وحابة أفكر حضراتكم بأرقام التواصل لكورس سوبر سيليوم، الكورس السحري السريع لإنقاص الوزن، الكورس اللي هيقدر ينقص وزن أي حد فيكم عنده سمنة، عنده زيادة في الوزن، عايز يتخلص 15 20 30 40 50 كيلو قبل ما تتخذوا قرار إجراء العمليات الجراحية، سواء كان تكميم معدة، تدبيس معدة، أو تحويل مسار، جربوا كورس سوبر سيليوم في شهر واحد، هيقدر يخسسكم من 10 ل 15 كيلو بمنتهى الأمان، بمنتهى الفعالية. اللي عايز يخس 30 كيلو يجرب شهرين، انتم من نفسكم في اول شهر لما تلاقوا ان انتم نزلتوا 10 كيلو 12 كيلو 15 كيلو هتتشجعوا وتأجلوا قرار العمليات الجراحية، اللي ممكن يكون ليه مخاطر، ليه كمان اثار سلبية، واكيد مش كل الناس هيبقى في امكانها ان هي من ناحية التكلفة المادية ان هي تقدر تعمل عمليات. فالكورس بتاعنا كورس يناسب اي حد، لو انت او جوزك او مامتك او اختك او صاحبتك عندكم زيادة في الوزن وعايزين تنزلوا بمنتهى الامان بمنتهى الفعالية وكمان باقل التكاليف، كورس سوبر سيليوم هو المناسب ليكي. طبعا بتتصلوا بالارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، ارقام دكاتره الفريق الطبي الخاص بكورس سوبر سيليوم اللي هيديكم النهارده الكورس عليه خصم يا جماعه 50% على كل المنتجات، مش على منتج واحد او اثنين، 50% على كبسولات السوبر سيليوم، 50% على كبسولات البيسليم، وكمان 50% على كريم شد الترهلات المكمل للكورس. بالاضافه مش بس الخصم 50%، لا كمان عندنا هديتين مش هدية واحدة، وهي كريم ترطيب الوش وكمان معانا كريم آلام العظم. منورني طبعا في فقرتي دي دكتور شذا الخولي، الدكتور اللي احنا كلنا بنحبها، ودكتور متخصصة وصيدلانية في مستحضرات التجميل والجمال بصفة عامة. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا دكتورة حنان. عاملة ايه؟ الحمد لله. كلمينا بقى باستفاضة اكتر على النجاح الغير مسبوق اللي انتم محققينه مع كورس سوبر سيليوم، وكلمينا عن مكوناته بيخسس قد ايه. بصي الحقيقة ان هو فعلا في الفترة الأخيرة هو محقق نجاحات كبيرة جدا مع حالات كتيرة جدا فقدت يعني وزن كتير من وزنها، لأنه أغلبنا طبعا بيكون مش عندنا وقت، مشغولين دايما. صح. طول اليوم وقتنا مشغول، محتاجين حلول سريعة علشان ننزل الوزن بتاعنا أو ننزل الوزن اللي احنا زدناه في مدة قصيرة، وفي نفس الوقت يكون حل طبيعي وآمن 100%. وأنا دايما بشجع الحاجات اللي بتكون طبيعية زي السوبر سيليوم والبيسلام وكريم شد الترهلات، لانها من الحاجات الممتازه جدا مع بعض بتدي نتائج فعاله. يعني ممكن الشخص ينزل من وزنه تقريبا من 10 ل 12 كيلو في الشهر الواحد بدون اي ما يعمل اي مجهود ولا اي رياضه ولا يضطر، بس هيعمل ايه؟ هيعمل شويه تنظيم في الاكل بتاعه. حتى يعني عارفه الشخص اللي بيمشي على الكورس بتاع السوبر سيليوم والبيسلام وكريم شد الترهلات بيحس اصلا ان هو مش قادر ياكل، خلاص ما بقاش عنده شهيه ان هو ياكل، بفضل طبعا المواد الفعاله اللي موجوده فيه. زي طبعا الياف السليم، وهي الياف طبيعيه 100% من الحاجات اللي بتدي شبع لمده طويله جدا، وبتعمل ان هي بتسد الشهيه، وفي نفس الوقت كمان هي بتزود من معدل حرق الجسم وبتحرق الدهون المتراكمه اللي بتكون الدهون العنيده اللي موجوده في كل اجزاء الجسم زي الذراعين والفخذين ومنطقه البطن والارداف. وكمان عايزين بقى نشجع الناس ان هم يبداوا معانا ويتواصلوا معانا على الارقام التواصل اللي ظاهره معاهم على الشاشه، علشان طبعا في فريق طبي بيكون موجود 24 ساعه كمان علشان يتابع معاهم. انه النهارده الكورس عليه خصم 50% وعليه هدايا، وهي كريم العظام وكريم وكمان كريم البشره. الله. وفي كمان الشحن مجانا، ودي حاجه مهمه جدا. عارفه لو كلنا نبقى بنيجي عند نطلب الاوردر ونقف، طب والشحن الشحن ايه بقى؟ طب ايه؟ طب على فكره الشحن النهارده مجانا يا جماعه. بالظبط، الشحن النهارده مجانا، وكمان المتابعه مع اخصائيين التغذيه مجانا، ودي حاجه مهمه جدا، لانه الفريق الطبي بيكون زي ما انا بقول بيكون يعني مكرس نفسه ان هو كل شخص بيكون ليه حالته الصحيه ووزنه وطوله، يعرف عنه كل حاجه، يقدم له نظام غذائي مفيش فيه اي حرمان مع الكورس المناسب ليه من السوبر سيليوم والبيسلام وكريم شد الترهلات. حلو قوي. انت برضو قلتي معلومه مهمه انا حابه برضو اكد عليها ونعيدها تاني برضو للساده المشاهدين، ان الكورس المكون الاساسي يا جماعه اللي فيه هو قشور السيليوم. قشور السيليوم زي ما انت قلتي يا دكتور شذا بتعمل ثلاث حاجات، اول حاجه ان هي بتزود جدا من معدل حرق الجسم للدهون، ثاني حاجه ان هي كمان بتسد الشهيه وبتحسس بتعلي الاحساس بالشبع لفتره اطول، وثالث حاجه بتساعد جدا في حرق الدهون العنيده. انت عارفه ان ناس كتير قوي يا دكتور شذا يقول لك انا خسيت او بخس بس بطني ما بتخسش او دراعي ما بيخسش، الدهون العنيده اللي في المناطق اللي انت قلتي عليها. فقشور
دور السيليم سواء كان كبسولات السوبر سيليم او كبسولات البيسليم هتقدر تحرق الدهون العنيده اللي في الاماكن دي يا دكتور شذا. بالظبط كده، بالاضافه كمان انه اغلبنا بيكون عنده مشكله كبيره جدا اول لما ببدا نظام غذائي او ببدا اقلل في الاكل شويه، يقول لك انا عندي امساك مع الدايت. قشور السيليم اللي هي الياف السيليم بتكون ممتازه جدا ان هي بتحسن من حركه الامعاء وبتزود من نسبه البكتيريا النافعه وبتقلل من نسبه البكتيريا الضاره الموجوده في المعده. فبالتالي بتخلي حركه الامعاء كويسه، بتخلي مفيش اي امساك، وبتخلي الدنيا كويسه جدا معايا. معانا ابراهيم بقاله فتره معاكي يا دكتور شاذ، عايز يكلمك. ازيك يا ابراهيم؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا ابراهيم، قول لنا بتكلمنا من فين؟ من الشيخ زايد. اهلا بيك، اهلا بيك يا ابراهيم، اتفضل. اهلا بحضرتك. حضرتك انا وزني 96 كيلو. ايوه. وطولي كان 171. تمام. عايز تنزل يا ابراهيم طبعا الوزن الزياده، جربت اي مثلا منتجات او اي نعم جربت اي منتجات تخسيس او عملت حتى دايت وما نزلتش على الوزن الزياده ده يا ابراهيم؟ والله عملت دايت وقعدت كتير ما باكلش وحاجات كتير وما بنزلش برضه. طيب تمام، دكتور شاذ هترد عليك يا ابراهيم. ميرسي قوي. ميرسي. طيب مشكلة ابراهيم زي يعني تقريبا كل المشاكل بتاعتنا. ابراهيم هو 96 كيلو و 171 طوله، وما يعني جرب حاجات وما جابتش نتيجة. تمام. اولا هو طبعا هيتواصل مع الارقام اللي ظاهرة عنده على الشاشة عشان اهم حاجة ان هو الفريق الطبي هيحدد له الكورس المناسب ليه حسب وزنه وطوله وحالته الصحية. تمام. كمان هيقدر ياخد معانا الخصومات الموجودة النهاردة. حلو. طب انت ترشحي له ايه بقى يا دكتور؟ ترشحي له رشح له ان هو ياخد السوبر سيليم. أيوة. هيبقى ممتاز جدا معاه مع البيسلام وكمان كريم شد الترهلات. المميز بقى الكورس كامل، يعني ابراهيم هتاخد الكورس كامل من دكتور شاذ. بالظبط، هياخد الكورس كامل، هيقدر ان هو ينزل من وزنه 12 كيلو في الشهر، يعني هو هيقدر يوصل للهدف بتاعه في خلال شهرين. هيكون حاسس ان هو شبعان جدا، وبالاضافه لكده كمان ان هو عارفه هو هيبقى الاكل قدامه ومش قادر ياكل. والدهون العنيده اللي موجوده اكيد عنده في منطقه البطن اللي هي بتكون منطقه الكرش عند الرجال. وكمان الجزء السفلي والجزء العلوي هيقدر يسيطر عليها وهيخس بفاعليه وبامان تام. وكمان المميز ان هي المنتجات كلها طبيعيه 100%، ودي افضل حاجه. وكمان زي ما قلت ان هو النهارده هيقدر ياخد الخصم 50% على الكورس. حلو. والشحن هيكون مجانا، والمتابعه مع اخصائيه التغذيه هتكون مجانا، وهياخد ممتاز. كمان هديتين، كريم البشره وكريم كمان العظام. حلو قوي. طب انا عايز اسالك بقى سؤال، الناس اللي عندها شهيتها مفتوحه على طول، بتاكل زعلانه بتاكل فرحانه بتاكل تعبانه بتاكل عايزه تنام بتاكل، جوع اخر اليوم ده انت عارفاه بتاع بالليل ما بنقدرش نسيطر عليه، هل الناس اللي شهيتها مفتوحه يا دكتور شاذ هتقدر تستخدم كورس سوبر سيليم وتخس عليه؟ هيقدروا طبعا. اولا الناس اللي بتكون شهيتها مفتوحه دي بيكون ليها اسباب كتيره جدا. جوع، يعني عارفه في سمن نوع من انواع السمنه اسمها سمنه التوتر او القلق. أيوة. انه في ناس لما بتقلق او تتوتر بيحصل عندهم ان هم بياكلوا كتير فيحصل زياده في... بالظبط بيحصل زياده في الوزن. طبعا الجوع بتاع اخر الليل ده سببه طبعا ان انا افضل طول النهار حارم نفسي من الاكل، واجي نفسي جسمي الاقي جسمي عايز ياكل ياخد سكريات الحاجات دي كلها. طبعا السوبر سيليم والبيسلام من الحاجات الممتازه جدا اللي هتسيطر على الموضوع ده، علشان كشور السيليم بتكون ممتازه جدا انها بتسد الشهيه. أيوة. وبتدي طاقه، وفي نفس الوقت انه الجرين كافي اللي هي القهوه الخضراء هي عباره عن ماده من المواد الفعاله اللي موجوده معانا في كورس النهارده، بتقدر تعمل سد للشهيه تماما. يعني وكمان بتديكي نشاط ذهني، يعني انا هكون مركز، وكمان بتديكي نشاط بدني يعني هتديني طاقه، وكمان بتحرق الدهون وبتزود وبتعلي معدل بتاع جسمنا. بالاضافه كمان ان انا لو كلت اي حاجه فيها دهون جديده بتشتغل بنسبه 30% على الدهون الجديده اللي داخله لجسمنا. تمام. معانا ياسين. ازيك يا ياسين؟ الو، ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. بتكلمنا من فين؟ انا من المنوفيه. اهلا بيك، اهلا بيك يا ياسين، واهلا بكل اهل المنوفيه. اتفضل. الله يعزك. انا والله وزني 77 كيلو. ايوه. وطولي في ال 150 يعني، بس مش عارف بالظبط. يعني ممكن نقول 100 155 158 تمام. مثلا أوكي. في الحدود دي. اوكي تمام تمام يا ياسين. طبعا انت عندك سمنه. طيب في عندك اي معلومه تحب تضيفها لنا؟ بتاخد مثلا علاجات لدواء معين، يعني علاجات او دواء معين لمرض عندك؟ لا الحمد لله. طب سنك قد ايه يا ياسين؟ انا 25 سنه.
25. طب عايز اسالك، الدهون الزياده دي يا ياسين موجوده في منطقه معينه في الجسم ولا في الجسم كله عندك؟ في البطن يعني في الاغلب. في البطن. طيب تمام خلاص، دكتور شاز هترد عليك حالا يا ياسين. تابعنا النهارده، انت تعتبر من اول 100 متصل معانا، فهنحولك بعد ما دكتور شاز ترشح لك الكورس المناسب ليك، هتحول على الفريق الطبي، هتاخد الكورس بخصم 50% زائد الهديتين كريم ترطيب الوش وكمان كريم الام العظم. طب نرد على ياسين بعد الفاصل، عشان لازم نطلع فاصل حالا يا دكتور شاز. يلا بينا، تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا معانا. وبعد الفاصل، وطبعا حابه افكركم بارقام التواصل الخاصه بكورس سوبر سيم. النهارده يا جماعه عاملين عرض جبار، عرض ما يتفوتش. النهارده في خصم 50% على الكورس بكل مكوناته، على كبسولات السوبر سيم في 50%، على كبسولات البي سليم كمان 50%، وكمان كريم ازيره لشد الترهلات وحرق الدهون برده عليه 50% خصم. بس خلوا بالكم انه ده لاول 100 متصل بس، متصل 101 مش هياخد الكورس بالخصم. بالاضافه طبعا مش بس الخصم ال 50% على المنتجات وعلى كورس سوبر سيليم، كمان عندنا هديتين رائعتين، وهو كريم ترطيب الوش اللي سالته عليه كتير، الكريم اللي بيعالج التجاعيد وبيعالج الهالات السوداء وبيدي نضاره وحيويه للوش، ده هيبقى هديه مع الكورس. بالاضافه لكريم الام العظم ومضاد للالتهاب، اي مشاكل في العظم، اي وجع في العظم هيتعالج تماما مع كريم الام العظام. طبعا منتجاتنا كلها منتجات طبيعيه 100% مرخص من وزاره الصحه المصريه. العرض الخصم 50% والهديتين لاول 100 متصل فقط. بالاضافه النهارده الشحن والتوصيل مجانا لاي محافظه داخل مصر. بالاضافه كمان ان الناس اللي هتاخد الكورس بالخصم او من غير خصم، لو ما لحقتش ال 100 متصل او ال 100 كورس، بتاخد كمان الكورس بالسعر الاساسي. بس ده ما يمنعش ابدا ان المتابعه بتكون مع الفريق الطبي، مع دكاتره الفريق الطبي، متابعه مجانيه مره كل اسبوع. نرجع لك بقى يا دكتور شذا، عايزه اسالك على ياسين. ياسين كان بيقول ان هو 77 كيلو وطوله 158، فكان عايز حاجه تنزل ال 18 كيلو الزياده اللي عنده. طبعا هو ياسين محتاج تقريبا يخس 20 كيلو. تمام. هيقدر طبعا مع كورس السوبر سيليم والبي سليم وكريم شد الترهلات. هياخد الكورس كامل. طبعا الكورس هيفيده جدا، لان الياف السيليم والقهوه الخضراء هيعلوا معدل الحرق عنده في جسمه. وكمان هيشتغلوا على الدهون العنيده اللي موجوده في منطقه البطن اللي هو بيعاني منها. بالاضافه ان هو هيلتزم ان هو يدهن الكريم بتاع كريم ازيره لشد الترهلات على منطقه البطن، علشان في الاخر يحصل على افضل النتائج، هيحصل على ان البطن هتكون مشدوده. وده طبعا هيكون مع ان هو هيقلل بس شويه من الاكل، وهو اصلا من نفسه هو اللي هيحس ان هو مش قادر ياكل كميات، لان الياف السليم اللي موجوده في السوبر سليم والبي سليم هتحسسه ان هو حاسس بالشبع لمده طويله جدا، وده طبعا بيكون احسن حاجه في الدايت. بالاضافه انه الكورس بيحتوي على الياف الاناناس، والياف الاناناس بتحتوي على نسبه عاليه جدا من فيتامين سي. فده كمان هيقوي جهاز المناعه عنده وهيدي له طاقه. والقهوه الخضراء طبعا هتدي له نشاط ذهني عالي جدا، وهتدي له نشاط بدني كمان. وهو كمان هيتواصل مع ارقام التواصل اللي ظاهره على الشاشه. هيقدر ياخد النهارده الهديه معانا، الخصم 50%، وهياخد هدايا وهي كريم البشره وكريم الام العظام. وكمان هياخد شحن مجانا، يعني هو اصلا كده كان شحن مجانا لكل المحافظات، والمتابعه هتكون مجانيه مع اخصائيه تغذيه. تمام. طب يا دكتور شاز عندي سؤال دلوقتي، انت قررت لنا وقلت لنا كذا مره ان الناس اللي عندها شهيه عاليه، الناس اللي بتاكل كتير عمال على بطال، هيقدر كورس سوبر سيليم يسد الشهيه وكمان يعلي من تركيز هرمون الشبع في الدم اللي هو اللابتين، او بيزود الاحساس بالشبع، تفضلي 3 4 5 ساعات شبعانه. دي للناس اللي شهيتها عاليه. طب الناس بقى اللي حرقها قليل او معدل حرق الجسم عندها قليل، فهل ينفع يستخدموا الكورس يزود معدل حرق الجسم بطريقه طبيعيه فيخسوا بشكل أسرع؟ طبعا، علشان السوبر سيليم والبي سليم بيحتوي على الجرين كوفي اللي هي القهوه الخضراء، تحتوي على ماده فعاله اسمها احماض الكلوروجينيك. واحماض الكلوروجينيك من الحاجات اللي بتعلي معدل الحرق اكتر من الطبيعي بنسبه لثلاث لاربع مرات اكتر من الكافيين العادي. تمام. وطبعا بتكون امنه وطبيعيه 100%، وكمان ليها يعني عايز اقول لك دور كبير جدا في ان هي بتقلل ضغط الدم المرتفع، وكمان بتقلل من نسبه السكر، نسبه الجلوكوز في الدم،
تكون مناسبه كمان مع مرضى السكر، وبتكون طبعا ليها نتائج فعاله جدا وبتديني نتائج كبيره جدا في تعليه معدل الحرق. معانا هنا، تعالي ناخد هنا. يا هنا ازيك؟ ازيك يا دكتور، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ها قولي لي، بتكلمينا من فين؟ لا انا من القاهره يا دكتور. اهلا بيكي يا هنا، اتفضلي. دكتور دلوقتي انا لما بخس وشي بيخس قوي برضو، بيبقى شكله وحش، فهماني؟ بيبقى يعني شكلي كاني عامله عمليه وانا مش عامله عمليه ولا حاجه. طب انت بتخسي بسهوله يا هنا ولا عندك زياده في الوزن؟ انت وزنك كام كيلو؟ ما انا عندي زياده في الوزن وعندي الحرق قليل خالص، فمش عارفه اعمل ايه. طب قولي لي وزنك قد ايه يا هنا؟ انا وزني 100 كيلو. تمام. وطولك 165. وسنك قد ايه هنا؟ انا سني 25. 25. بتاخدي اي علاجات او اي ادويه لاي مرض يا هنا؟ لا. طيب تمام. هي دكتور شذا هترد عليكي حالا يا هنا، تابعينا. هنا عمرها 25 سنه. طولها طولها ايه؟ هي قالت 100 كام؟ 165. انا اسفه معلش، 165 ووزنها 100 كيلو، فعايزين ننزل هنا في الوزن يا دكتور شذا. ترشحي لها ايه؟ ارشح لها ان هي تاخد كبسولات البي سلام مع كريم شد الترهلات، لان كبسولات البي سلام بتحتوي على نسبه عاليه جدا من القهوه الخضراء. أيوة. والقهوه الخضراء من الحاجات اللي هتخلي معدل حرق جسمها، لان هي بتعاني ان معدل حرق جسمها قليل. طبعا هتعلي معدل حرق جسمها جدا، هتحسسها ان هي دايما عندها طاقه، وهتحسسها انها عندها نشاط ذهني. أيوة. هيبدا ان هي تحس كمان ان الشهيه بتاعتها مسدوده، وتحس ان هي خلاص وصلت للي هي عايزاه. تقريبا هتحس بفرق بعد اسبوعين، لان هي ممكن بعد اسبوعين تنزل في حدود من 6 ل 7 كيلو. وطبعا هتقدر ان هي تخسر من وزنها في الشهر من 10 ل 12 كيلو. حلو. وطبعا هي هتتواصل مع خبراء التغذيه على الارقام اللي ظاهره عندها على الشاشه، علشان يعرفوا كل الحاله الصحيه بتاعتها وكل المعلومات اللي هم عايزينها، يقدروا يحددوا لها الكورس المناسب بالجرعات المناسبه ليها. حلو قوي. فكرينا بالخصم بقى قبل ما نختم. الكورس بيكون عليه خصم 50% وشحن لكل المحافظات مجانا، وكمان المتابعه مجانيه، ودي حاجه مهمه جدا. الفريق الطبي بيكون متكامل وبيكون متابع مع الشخص من اول يوم لحد اليوم اللي بيوصل فيه للهدف اللي هو عايزه. وكمان في هديتين، كريم البشره وكريم الام العظام. عايزه اقول لك بقى برضو في حاجه، نقطه بقى انت قلتيها برضو وانا قلتها كتير وبكررها كتير، وهو ان التوصيل النهارده يا جماعه مجانا لجميع محافظات مصر. اي حد هيطلب الكورس او عايز يطلب الكورس ويلحق الخصم الجبار اللي الشركه عاملاه، شركه سوبر سيليم، يتصل على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. هيرد عليكم الدكاتره بتاعه الفريق الطبي لكورس سوبر سيليم، هيقدر يخسسكم من 10 ل 12 كيلو. في ناس بتخس 15 و16 كيلو في الشهر مع كورس سوبر سيليم اللي عليه النهارده خصم 50% على كبسولات البي سلام، كمان 50% على كبسولات السوبر سيليم، وكمان 50% على كريم ازيرا لشد الترهلات، بالاضافه للهديتين النهارده وهي كريم ترطيب الوجه وكمان كريم الام العظم. طبعا متابعه مع الفريق الطبي، متابعه مجانيه 100%. اي حد هيطلب الكورس بالخصم او من غير الخصم لو ما لحقوش، برده المتابعه بتكون مجانيه مع اي حد بيتكلم عليها، بيتكلم معاكم الدكتور او دكتوره بيتابع معاكم مره كل اسبوع علشان يوصلوكم للوزن المثالي في اقل وقت وباقل مجهود. وبتهيالي يا جماعه دي فرصه لا تعوض، ومفيش احسن من كده. خصم و50% على ثلاث منتجات مش منتج واحد، هديتين مش هديه واحده كمان مع الكورس، وكمان متابعه مع الفريق الطبي مجانيه مره كل اسبوع، وشحن وتوصيل مجانا. فاعتقد مفيش اقوى من كده، وان شاء الله كلنا نوصل للوزن المظبوط، كلنا يبقى معانا الصحه المثاليه. بشكركم، كان معاكم دكتوره حنان الحسيني، بشكرك يا دكتور شذا. حبيبتي يا دكتوره حنان، نتقابل ان شاء الله في فقرات جديده ان شاء الله. كتير ان شاء الله. بشكركم، كان معاكم دكتور حنان الحسيني، اشوفكم بكره في نفس الميعاد، والسلام عليكم.